الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. في إطار الحفاظ على الصحة العمومية وأثناء قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي عبد الله بتنفيذ دورية مراقبة، تم توقيف شاحنة صغيرة مخصصة للنقل بالتبريد من أجل المراقبة. وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كمية تقدر ب 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء من نوع ديك رومي مذبوح ومفرغ منزوع الأحشاء، والذي كانت تنبعث منه روائح كريهة جراء انعدام منظومة التبريد بثلاجة الشاحنة. بعد معاينة اللحوم البيضاء المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية في ولاية الجزائر، تبين أن صاحبها لم يحترم شروط الحفظ والنقل، مما أدى إلى تلف اللحوم البيضاء المحجوزة وغير الصالحة للاستهلاك البشري. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل لجنة بحضور ممثل عن رئيس بلدية المعلمة، ممثلين عن المصالح الفلاحية لذات البلدية، ممثلين عن مفتشية التجارة بزيرالدا، أين تم إتلاف اللحوم البيضاء المحجوزة. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.